بالتزامن مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ ما يعرف بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري، تتصاعد التحذيرات من قبل الفصائل الفلسطينية لمنع هذه المسيرة التي كانت في مايو من العام الماضي واحدة من أبرز مسببات العدوان الإسرائيلي على غزة. تسير مسيرة الإعلام في ساحات المسجد الأقصى هو استفزاز لشعبنا الفلسطيني ولعب بالنار. المعادلة الحقيقية أي كسر للمعادلة من قبل الاحتلال الصهيوني وتغيير الواقع في ساحات المسجد الأقصى. الاحتلال الصهيوني يتحمل النتائج المترتبة على ذلك، والمقاومة الفلسطيني والشعب الفلسطيني لا يسمح الاحتلال الصهيوني بكسر المعادلة وتغيير الواقع في المسجد الأقصى. ورغم تصريحات حركة حماس هذه، إلا أن هناك من يرى بأنها غير معنية في أي مواجهة في الوقت الراهن مع الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد بأن مسيرة الأعلام الإسرائيلية المنوي عقدها يوم الأحد القادم ستؤدي إلى مزيد من التوتر في الأراضي الفلسطينية، مثلما أدت إلى اندلاع حرب في العام الماضي في مايو 2021. ولكن لا أعتقد أن حماس معنية بالذهاب إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل. أعتقد أنه سيترك الأمر لسكان القدس وأراضي 48 للتصدي للمسيرة الإعلام والغطرسة الإسرائيلية. تحذيرات وتهديدات يزداد صداها في الشارع الفلسطيني مع استمرار تحليق مكثف لطائرة تصدر صوتا لا يتوقف يكرهه سكان القطاع، يعبرون عن كرههم وانزعاجهم منها باستبدال اسمها من طائرة استطلاع إلى ما بات يعرف محليا بالزنانة. طائرات الاستطلاع بتنظر بالخطر، احنا لما نحس صوتها كتير عالي ومتواجدة بكثرة زي هالأيام هيك بنحس انه في اشي رح يصير، فبالتالي هي غير ازعاجها المتواصل بتأثر علينا نفسيا. صوت الزنانات هذا اشي صعب جدا، اصعب ما بنلاقيه في الحرب، يعني احد اجزاء صعوبة الحروب. طبعا كالعادة في احد الظواهر الطبيعية انه قبل الحرب بفترة بيكثر في سماء غزة صوت الزنانات. شيء سيء جدا، وبتمنى يعني الرسالة هذه تصل لكل العالم، يا عم حطوا لنا حد للموضوع هذا، يعني شيء انا مش شايفه وسامع صوته ومحسسني بالرعب ومحسسني بالخوف، وما يعني الفترة مفتوحة. وكأن الصفيح الساخن كتب على قطاع غزة مع استمرار مؤشرات تدحرج كرة اللهب دوما نحو تصعيد ميداني، أكبر المتضررين منه هو المواطن. تبقى الساعات القادمة كفيلة لمعرفة ما يحمله قادم الأيام لقطاع غزة، إن كان تصعيد ميداني أم أن جهود الوسطاء ستنجح من جديد في نزع فتيل الانفجار قبل فوات الأوان. محمد بن موسى الغد، غزة، فلسطين.